كمان عن كان سيرفايف ان احنا ننشر التوعيه باهميه محاربه هذا المرض، المرض اللي هو بيعتبر صعب جدا. بنقول انه مش بس البروتوكولات العلاجيه اللي هي ذات التقنيه العاليه، لكن مهم جدا ان كل المرضى يبقى عندهم القدره على محاربه المرض، يبقى عندهم القدره على وجود الامل، لان الامل يمثل عنصر اساسي جدا مهم جدا في علاج هذا المرض. احنا بنتشرف جدا انه اللي انتم شايفينه من دول مرضى قدروا ان هم يحاربوا المرض بالتقنيات العاليه للعلاج والبروتوكولات العلاجيه المتقدمه، بالاضافه الى المبادره اللي احنا عملناها سبارك سمايل اللي تقدر ان هي تضع بسمه على وجود المرضى المصريين لمحاربه هذا المرض. طب هدفكم ايه؟ انا شفت ان انتم بتدعموا المعرفه في المجتمع المصري، يعني ايه؟ كلمنا عن الدعم ده. مظبوط، احنا هدفنا في المقام الاول من المبادره دي ومبادرات كثيره هتيجي هي توعيه المريض المصري المجتمع المدني المجتمع الطبي باهميه حاجتين، البروتوكولات العلاجيه المتقدمه بالنسبه للمجتمع الطبي، لكن كمان باهميه التوعيه بهذا المرض، اهميه التوعيه بالتشخيص المبكر لهذا المرض، ازاي ان احنا بالتشخيص المبكر وبالمبادرات اللي احنا زي اللي احنا بنعملها النهارده بننشرها نقدر ان احنا نقلل فرص انتشار هذا المرض ونعلي فرص الشفاء منه. شكرا يا فندم.